التماسيح اول حاجه بنجيبوها من بحيره ناصر من الصيادين بنشتروها، هي كانت من جيم 3 سنين التمساح الواحد كان عامله 15 جنيه و20 جنيه، دلوقتي عامله بتاع 300 جنيه و400 جنيه. بنيجي نربوها عشان السياحه اللي بتخش في بيوتنا، وبعد كده بنطلع للسياحه التمساح من الحوض ويصوروها تقريبا، يعني ماكسيمم يعني السياحه يعني مثلا على الصوره بيدفعوا 20 جنيه 15 حاجه زي كده. والتماسيح بيصوموا من شهر واحد لحد شهر 4 ما بياكلوش، جلبيات الشتوية بتاعتهم، بس لازم يترش عليها مية كل 2 أو 3 ساعات. قبل ما نتهجر ونيجي هنا جدودنا كانوا بيقولوا بيجيب الحظ، فهم كانوا بيربوها قبل التهجير، فبعد كده احنا هنا في قرية غرب سهيل بنربيها برضو هي هنا، وهي فعلا بتجيب الحظ، وغير ما الناس اي بيت نوبي هنا بتلقى فيه تمساح واثنين وثلاثه. اكبر تماسيح هنا في القريه عندنا يعني. التمساح لازم بتجيبه صغير اول حاجه، عنده يكون عنده شهور، وبتجيبه وتربيه مثلا التماسيح دي عندها مثلا 20 سنه، فلما انا اجيبه كبير ما بيعيشش، لازم بيجي صغير يتربى ويتاقلم في المكان عشان يفضل عايش مثلا كذا سنه. في ناس بتشتري مثلا كده بس هي المفروض ممنوع طبعا، هم لو اشتروا الصغير او المحنط خطورته اي حد مثلا ينزل ايده بس يدوخ خطورته، لكن عشان هو يحاول مثلا يطلع من القفص او يطلع من الحوض ده صعب شويه. بياكل سمك، هو بياكل اي لحوم بس اكله المفضل سمك. هو بياكل مثلا التمسيح اللي عندي دول يعني بتاع 2 متر وشويه، 2 متر 80 مثلا حاجه زي كده، ده بياكله في اليوم مثلا 4 كيلو ونص 5. فعمر التمساح مثلا زي البني ادم يعني من 80 ل 100، لو مات مثلا اتحنط ونشكله في الشكل اللي احنا عايزينه، يعني الهيئه اللي احنا عايزينه، بنخليه مثلا ديله مثلا فوق تحت رجليه مثلا بتكون ازاي كده، فبس لما بينشب بقى بيكون في وضعه الطبيعي زي اللي هناك ده.